اسمع اسمع يا من ضيعت دينك أو أضعت بعضه أو تساهلت في بعضه من أجل كرشك وعرشك، اسمع. جاء في الصحيحين عن أنس قال: جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجدته جالسا قد عصب على بطنه بعصابة، قال: فقلت لبعض أصحابه، يعني أنس ما يدري لماذا عصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطنه بتلك العصابة، فاستفسر بعض الصحابة، قال: فقلت لبعض أصحابه لماذا عصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطنه بهذه العصابة، قالوا: من الجوع. نخشى على كروشنا، نخشى عليها النار، سنة مشغولون إلا من رحم الله بالكروش والعروش، بالكروش والعروش، وكأننا خلقنا لذلك عياذا بالله. هذا رسولكم، كان يفقد تلك الكسيرات من الشعير وتلك الأكلة من الأسودان، من الأسودين التمر والماء، فلا يجدهما أحيانا، فيضطر لأن يعصب بطنه عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، فقلت: يا أبتاه يا أبتاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عصب بطنه بعصابة، فسألت أصحابه عن ذلك فقالوا: من الجوع. قال: فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل عندك شيء رسول الله؟ هل عندك شيء؟ رسول عاصب على بطنه بحجر، من الجوع عندك شيء؟ قالت: نعم، عندي كسرة خبز وتميرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا. وإن جاءنا معه أحد قل عنهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون، هذه بعض أحوال نبيكم عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى أنس كما عند الترمذي وغيره بسند صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقص بعض الحالة التي جرت له، خوف وإذاء وجوع، لكنه في الله، فإننا نخاف ونؤذى، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل الكروش والعروش، إلا من رحم الله، نؤذى
ونخوف، ولكن من أجل كروشنا ومن أجل عروشنا